السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن شيء جديد. عندي هذه الفلفلة ما شاء الله صارت كبيرة، ولكن لاحظت أن إنتاجها يعني للحين ضعيف، يعني فيها بدايات فلفل، البقية اللي من نفس النوع ما شاء الله فيهم إنتاج وكذا، فقلت أبغي أجرب في هذه النبتة شيء يكون جديد. فاللي راح أسويه أني راح أحاول أن أحولها من هذه الشكل الى تكون فلفله، نبته فلفل بشكل زينه، يعني راح تنتج طبعا، ولكن تكون بشكل يعني اجمل، وراح ننقلها الى هذه الاصيص اللي هو اوسع ولكن انزل، فعلى اساس انها تاخذ شكل شوي يعني ممكن يكون اجمل، وراح احاول ان اخليها تصمد الى السنه الجايه ان شاء الله عن طريق انه تخطر الصيف ان شاء الله مثل ما تكلمنا في الماضي، ولكن ما راح ادخلها داخل البيت، راح اخليها في مكان مظلل تحت الشيارة عندي، راح تكون تحت الشيارة في الظل، وراح يعني احاول ان احافظ عليها في الصيف، ان شاء الله تصمد، واذا ان شاء الله السنة الجاية دخل علينا الموسم وما ما زالت حية ان شاء الله راح نبتدي نشوف فيها نتائج جميلة، وراح هذه راح أركز عليها على التشكيل والشكل أكثر من الإنتاج والحجم، فراح يكون التعامل معها شوي مختلف. فطبعا لازم على أساس أقدر أنقلها في هذه الأصيص لازم أقلل كمية الجذور، في لازم أقطعها ولازم أخفف الحجم اللي فوق، فراح يكون شغل التصوير أكثر شيء راح يكون عن قرب، وأبين لكم اللي قاعد أسويه. أول خطوة عندي هنا في التشكيل اللي هي هذه الأغصان اللي طالعة من أسفل النبتة، راح أزيلها كلياً باستخدام هذه الأداة، على أساس هذه الأداة تقطع عند الساق بشكل نظيف، ما تترك قطعة، فعلى أساس أن الشكل يكون أحسن، ولما القطع يكون جداً قريب من الـ يعني من أساس النبتة أسهل بالنسبة لها أن تعالج الجرح وتنمو وتصك الجرح كنبتة يعني. فراح أزيل هاي الأغصان عندي هذي، فبهذا الشكل نظفنا الساق، وراح أزيل هاي الأوراق بالذات اللي تحت كلش، راح أزيلها هاي كلها راح أشيلها، والحين راح نبتدي نقلم النبتة من فوق، وراح أزيل بعض التمر على أساس أخفف عليها الصدمة. نلاحظ هني عندي الساق ينمو وبعدين يفترق وبعدين يرد يفرق، فمن ساق إلى غصنين إلى أربعة، وهلما جرى النبتة تبتدي تتفرع، فأنا أبغي هالتفرع ولكن ما أبغي هذا الحجم الكبير، فاللي راح أسويه أني راح أزيلها من هني تقريباً، راح أترك بعض الأغصان أو الأوراق عفواً على أساس أنه تقدر النبتة تستوعب طاقة الشمس. فهني هذه دائما لما نقطع نحاول نحاسب ان نخلي الغدد اللي فيها الاوراق، لان هذه هي نقاط النمو. وسط الغصن هني ما عندي شيء ينمو، هني اللي ينمو، وهني هني في الوسط ما في شيء، ولكن اقطع شوي فوق على اساس انه شوي راح يموت، فما ابغي الغده نفسها
التأثر بالقطع، فنوعا ما أحميها بإني أقطع شوي فوق على أساس لو في شوي جفاف أو تموت النبتة شوي جزئيا، القطعة اللي تموت ممكن بعدين أزيلها في المستقبل. فراح أخليها بهذه الحجم تقريبا، وراح أزيل الثمر اللي فيها. ممكن أخلي بعض الورد، ولكن الثمر راح هي عموما راح تسقطها، يعني ممكن يعني لو تركتها حتى هي راح تسقط الثمر. هذه الأغصان الكبيرة ممكن إن احنا نحولها إلى عقل، هذه الأغصان الكبيرة ممكن نحولها إلى عقل، بالذات هذه إن حجمها كبير مثل ما احنا شايفين، فمقارنة بصبعي تقريبا حجم صبعي الصغير، فهذه ممكن إن نحولها إلى عقلة إذا بغينا. مثل ما أنا دائما أقول لكم، أنا تجربتي مع العقلة شوي سيئة، يعني ما تنجح معاي، فما أحاول يعني. فاللي يبقى الحين إني راح أطلع النبتة من الأصيص ونشتغل على جذورها شوي، إن نقلل من حجم الجذور علشان نقدر نحطها في الأصيص الأصغر. راح ابتدي الشغل على النبتة داخل هذه الحوض، على اساس بس التربة اللي راح تتساقط ما ابغيها تنثر برا، على اساس اقدر استرجعها. عندي هذه اللي هو منشار الزراعة، منشار الخشب، منشار الاشجار يعني. الاحظ فيه كثير من النمل الاسود على النبتة، فما ابغي انقل النبتة مكان ثاني وهي فيها هاي النمل الاسود، فممكن راح بعدين اعالجها بالنيم، ولكن مو بالحين. اول شيء راح ابتدي اشتغل عليها، بعدين راح ننقلها، وبعدين نشوف موضوع النمل الاسود. فاول شيء راح اسويه اني راح اسحب النبتة من الاصيص ونشوف حجمها مقارنة بالاصيص الثاني. فمثل ما احنا شايفين النبتة جذورها ترست الأصيص وتحتاج أصيص أكبر، فأول شيء راح أقيسها بالنسبة حق الأصيص الثاني، يعني تقريبا خلنا نقول يعني لو قلنا أقطعها إلى حد هني، وبعدين راح نشوف الشغل اللي نقدر نسويه عليها. فمجرد فوق الطبقة هذه اللي فيها الجيوروفايف، فوق هذه الطبقة راح أقطع. أزيل هذه القطعة وراح أرجع لكم. فالحين عندي هذه القطعة، اللي راح أسويه شوي بس إني راح أحاول إني أمشط التربة اللي فوق بس علشان شوي أوجه الجذور اللي على السطح إنها تنمو بشكل دائري. مو شيء ضروري، الأهم اللي راح يكون في الأسفل، فراح أحاول أني أمشط من الوسط إلى الخارج على أساس بس شوي أفتح الجذور. الزين فيها أن جذورها كلها ناعمة، يعني ما في جذور سميكة جداً، بس علشان النبتة تقدر تتفرع في الأصيص الجديد. عندي الحين هذه الأصيص الجديد، فلو أحطها
عندي مساحة جيدة، في مجال أن تنمو أكثر، الجذور تقدر تمتد أكثر، فهذه راح يكون جيد. ممكن أن أمشطها شوي أكثر علشان شوي بس أبغيها تنزل أكثر ونغطيها شوي أكثر قبل لا ننقلها. بس علشان أطلع شوي من التربة اللي موجودة وتنزل أكثر. فمثل ما احنا شايفين حتى لو في شوي من الجذور قاعدة تقطع، أحاول أحافظ على قطع الجيوربايب علشان تحافظي على الرطوبة في النبتة. لو أن في تقطيع شوي للجذور، ولكن هذه هي الجذور اللي متشابكة ومتعاكسة، فأنا أبغي الجذور تنفتح على الخارج، فأمشط على شكل خارجي علشان شوي أفتح الجذور. فبهذا الشكل ممتاز. فاللي راح أسويه إني راح أحط كمية من التربة، وبعدين راح أحط أيضا كمية من الـ NPK الإفراز البطيء على أساس شوية أغذيها، وراح بعدين أملأ الأصيص. فالحين حطيت كمية من التربة، والحين راح أنثر شوي من الـ NPK الإفراز البطيء حوالين النبتة، وراح أرجع وأغطي البقية بالتربة. اللي يبقى الحين اني مجرد راح اروي النبتة بس علشان اثبت التربة واخليها تاخذ محلها، وراح اخليها في مكان مظلل تحصل على كمية بسيطة من الشمس على اساس بس تعالج نفسها وتتقبل الصدمة اللي هي مرت فيها. مع الري ونزول التربة شوي على الأطراف ألاحظ أن شوي أحتاج أرفع منسوب التربة، فراح أضيف شوية التربة وراح أرد أرويها، ومثل ما ذكرت راح أرجعها في مكان مظلل، وراح إن شاء الله نتابع تطور هذه الفلفلة مع الوقت وتشكيلها إلى أن تصبح يعني فلفلة هم تنتج وهم شكلها جميل ومعروضة في أصيص شوي يكون يعني بشكل زينة أو يعني حلو للعرض، خلنا نقول بعكس الأصايص السوداء اللي أستخدمها اللي هي عملية فقط يعني. فراح أخلق سلسلة ثانية مع الوقت حق هذه الفلفلة لما في تطورات وفي فيديوهات ثانية إن شاء الله. فأتمنى أن تتابعون السلسلة وتشوفون التطور اللي يصير مع هذه الفلفلة والتشكيل اللي راح نسويه مع الوقت. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، وإذا في عندكم أي أسئلة ممكن تتركونها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.